سيف حقيقة قبل الفاصل كنت تتكلم أنت عن أزمة الحصار والإجراءات اللي اتخذتوها. حقيقة إحنا نسمع ممرات آمنة، طيران القطري عنده ممرات آمنة، ما معنى يعني ممرات آمنة؟ أنا قبل لا أتكلم لك عن الممرات، هي ممرات الطوارئ أو ممرات آمنة كما استخدمت المصطلح، بس هي في الواقع هي ممرات طوارئ خلقت أو استحدثت بغرض تلافي الحصار وكذلك السماح لدولة قطر بالمرور. مثل ما تعرف أنت الله يسلمك، بس أنا برجع لك شوي للخلف، أن نسيت أذكر لك أن أول إجراء اتخذته دول الحصار بمنع الطائرات المسجلة والغير مسجلة في دولة قطر، بمعنى أن الطائرات المسجلة في دولة قطر اللي هي القطرية والطائرات الأميرية والعسكرية بعدم عبور أجوائها، لكن استخدمت حق تعسفي ثاني اللي هو جميع الطائرات الغير مسجلة والمتجهة إلى دولة قطر. إذن كل الشركات العالمية صحيح ما تتجه، ومن بعد لأن قراراتهم كانت عشوائية وغير صائبة تراجعوا عن هذا القرار وقالوا أن الطائرات القطرية فقط المسجلة في دولة قطر. لكن نتكلم عن الممرات، هذه ممرات كما تعلم أنت أن القانون الجوي بني على القانون البحري، لا يوجد قانون جوي، يعني في بداية المواضيع والرجوع إلى القوانين انشئت على أساس القوانين البحرية. فالقوانين البحرية كل الممرات المائية بين دولتين فيها ممر دولي، ومنها رجعت إلى الأجواء فصارت الممرات الجوية فوق أعالي البحار، إذن هي ممرات جوية آمنة، وهذه هي الممرات الجوية اللي احنا خذناها. عشان كذا ما نقدر نقطع السعودية كجزء لأنها هي كتلة واحدة صحيح لا يوجد فيها بحر، لكن كل مكان في بحر نقدر نتحرك وندخل على الدول الثانية اللي مسموح لنا في إقليم طيرانهم أن نطير عليه. لذلك احنا استحدثت منظمة الطيران بالتعاون مع هذه الدول والدول الأخرى الصديقة، وأحب من هذا المنبر أني أشكرهم على التعاون، ممرات آمنة وممرات طوارئ استحدثت لدولة قطر وكذلك للطيران الآخر أنه يمر عليها وصولا وخروجا من دولة قطر. عشان كذي أن احنا أو الجمهور أو الناس ما حسوا بفارق زمني صحيح كبير جدا، يمكن في الطائرات المتجهة إلى 5 إلى 10 دقائق بالكثير. أعتقد أن احنا الوقت وفرناه من 5 إلى 15 دقيقة صحيح. يعني إذا المتجه لأوروبا أو لآسيا هو موفر، خصوصا لأوروبا هو موفر في الوقت ما يقارب 20 دقيقة في هذا الممر، لكن المتجه إلى السودان والدول هذه يكون خسران الوقت نظرا لعدم المرور على حتى اليمن، لأن اليمن من أول يوم أن السعودية أعلنت أن اليمن إقليم طيران خاص بها، وكان هذا كانت مفاجأة ليست لي أنا، لأن مفاجأة لجميع الدول اللي كانت مجتمعة في منظمة الطيران المدني أن الإعلان الملاحي للأجواء على حدود اليمن خرج من السعودية وتراجعت عنها السعودية بعد ساعتين، لكن للأسف أن تسجل، وحتى صارت يعني حادثة صغيرة في هذا الموضوع، وثبت منظمة الطيران المدنية أن لما سمح للطيران القطري بالدخول إلى منطقة بين إيران وبين الإمارات وأعطونا تصريح الهبوط بعد ساعتين من تصريح مش الهبوط تصريح المرور تراجعوا عنا شفهيا، فأثبت هذا ومن بعد حصلنا على التصريحات جميعها النوتمز اللي هي تسمح لنا بالمرور في جميع أقاليم الطيران، وكانت 6 على الخليج و3 خارج الخليج ما يقارب 9 خطوط طيران. من بعدها لجأنا احنا من الIKO الى الIMO اللي هي منظمة المنظمة البحرية في بريطانيا، ووثقنا جميع الإجراءات، لأن كما حصل في الجو حصل في البحر أن عدم تزويد البواخر المتجهة إلى دولة قطر ومن دولة قطر بالوقود، عدم السماح لها بالرسوب، عدم السماح لها حتى في حدوث عواصف أو كذا باللجوء إلى هذه الموانئ، وهذا خطأ جسيم في تطبيق القانون، يعني من الأخطاء اللي منظمة يعني قالت ما يصير. فجميع الردود اللي جاتنا بعدين من هذه الدول إن لا احنا ما سمحنا، ما اتخذنا إجراءات مضادة، فكان في فريق تدقيق
جاء لهذه الدول، ومن بعدها تم السماح لجميع السفن المتجهة من وإلى دولة قطر ما عدا التي تحمل علم قطري بالتزود بالوقود في موانئهم أو اللجوء إلى موانئهم. وهذا كان يكفينا احنا، لان احنا مش محتاجين لموانئهم بصراحة. دولة قطر غنية برجالها وبمواردها وبسيدي سمو الأمير وبالشعب القطري الكريم كله، فاتخذنا إجراءات من أول يوم وأوجدنا بدائل لهذه الموانئ. كان جميع اعتمادنا بأمانة كان على جبل علي، دولة صديقة وموجودة، فأوجدنا بدائل أخرى، ولعلك يمكن شفت أنت من أول يوم الحصار، والحمد لله هذه البدائل أغنتنا واستغنينا نهائيا عن جبل علي الآن وفي المستقبل، لأن هذه الممرات أو الإجراءات التي اتخذناها هي إجراءات دائمة، وحاولنا أن نعمل أشياء تفيدنا في هذا الوقت ومستقبلا كذلك. طال عمرك يعني سبحان الله، يعني كنكم حاسين يعني ميناء حمد، مطار الدوحة، مطار حمد الدولي، أيضا حتى مرونة الاتصالات، ما دي يعني في 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 زمن قياسي استطعتوا أنكم يعني حتى أول الأيام يعني الإعلام المضاد كان يصور إن السوبر ماركت فاضية، النيرة فاضية، العالم ما عنده أكل، لكن أنتوا تجاوزتوها حقيقة بشكل سريع. وشفت أنا جولاتك طبعاً يعني خاصة تركيا وبعض الدول. لا شك إن الإعلام يعني وصل إلى مرحلة من الهبوط، يعني يمكن أنا دائماً كانت عندنا تعليمات إن إحنا نرتقي بخطابنا ونكون بمصداقية وشفافية بيننا وبين الناس، نرتقي بالخطاب الإعلامي كذلك. لا يعني للأسف أن الخطاب الإعلامي وصل إلى مستوى في الحضيض وكذلك عدم مصداقية. صحيح. فكان من أول يوم تروج الإشاعات وتروج على خطوط الطيران فكذا، حتى أنا كنت أنزعج حتى في المجالس. صحيح. الخاصة لما أجي يقول لك لا دول الحصار قالت أنه ما عطوكم ما سووا كذا، فأوكي الفعل هو في الواقع اللي حصلناه واللي خذناه، وكانت مصداقيتنا هي سر نجاحنا هم بضايعهم. قلت لك أنا من أول أيام الأزمة جميع الأخوة الوزراء والمسؤولين تصرفوا بتصرفات حكيمة جدا، أوجدنا طرق بديلة، التجار توجهوا بالشراء من دول أخرى غير دول الحصار. فصارت تركيا كان لها دور كبير. نعم، تركيا، إيران، جميع هذه الدول، الهند كانت مصدر رئيسي، باكستان، فكل هذه الدول صراحة موجود فيها كل اللي تفكر فيه، ويمكن بنوعية أفضل من دول الحصار. يمكن احنا تعودنا على نوعيات معينة، واحنا نوع من الناس لما نتعود على شيء نقوم ناخذ منه، مثلا الألبان لا احنا ما نبي إلا من هالماركة، مع أن في أشياء والآن الناس نفسهم حتى الأهل في البيت يقول لك إن الألبان أحسن ألبان عندنا، حتى صناعتنا المحلية صارت ممتازة، وصار صحيح. اعتماد على النفس. صحيح. وصار كذا، وهذا هو الهدف. فرب ضرة النافعة. نعم. يعني احنا صراحة استفدنا جدا. صحيح. من هذه الأزمة، أوجدنا بدائل مختلفة لجميع الأنواع. الآن من تركمانستان لأذربيجان لتركيا السفينة تجيك ما تأخذ 72 ساعة عن طريق الحرير، موصلة ببندر خميني، ومن بندر خميني باخرات تجيك إلى ميناء الرويس. فيعني بدائل وجدت بدائل سريعة جدا، وفي المستقبل إن شاء الله راح نشوف الآن 72 وجهة عالمية موجودة في ميناء حمد، يعني في وقت قياسي جدا. يعني أنت مرتبط بالعالم وميناءك من أكبر موانئ العالم، كذلك المنتجات القطرية تصدر عن طريق ميناء حمد إلى 135 وجهة، فهذه إضافة فعلية إلى الاقتصاد وإضافة للدولة ككل، وأغنتنا استغناء تام عن جبل علي. يمكن أنت أمس شفت أن في ثلاث شركات انضمت إلى مشروع الريل وكانت تنتج أغراضها. نعم، أعلننا عنها في جبل علي.
الحمد لله بفضل الله وبفضل التشريعات التي أصدرها مؤخرا سيدي صاحب السمو للمناطق الحرة للتسهيل على هذه، فهذه من يعني صرنا من أحدث الدول مواكبة في هذا المجال، وثلاث شركات تعمل في مجال القطارات ومجال تجهيزات المحطات انتقلت لدولة قطر، ليست انتقلت بضغط من عندنا إنما انتقلت إلى الأفضل. الأفضل. وأنا أعتقد أن في المستقبل إن شاء الله بحيل الله ورعايته أن بشوف معظم الشركات العالمية متواجدة في دولة قطر، وبيكون لها بتكون رافد أساسي لنقل التكنولوجيا كذلك لتوظيف يعني خلينا نقول العقول، وهذا هو الهدف الأساسي أن جلب التكنولوجيا والتكنولوجيا، وأن تكون دولة قطر واحدة من هذه الدول ومنبع للدول الأخرى. وسيف خلينا ننتقل طال عمرك للريل، أنتوا أمس افتتحتوا أحد محطات الريل، نبي نعرف وين وصل مشروع الريل حتى الآن وما بينكم وبين كأس العالم. صراحة هناك تنسيق كامل بينه وبين كأس العالم. كأس العالم خلينا نقول اللجنة 2022، وأنا أشكرهم جميعا على المساعدة، وأنا عضو في هذه اللجنة، لجنة الأرث، فإحنا على اتصال مباشرة بجميع المشاريع، ليس مشروع الريل فقط وإنما المشاريع الأخرى التي تهم 2022 اللي هو كأس العالم. الريل قطع شوط كبير جدا، الآن أنهينا 70% من جميع مراحل المشروع. 70%؟ نعم، 70% من جميع أنواع مراحل المشروع. 16 قطار وصلوا دولة قطر. يمكن تشوف أنت على طريق الوكرة الآن، يمكن في الواتساب يجيك الناس تصور، إحنا ما أعلننا عنه لأن إحنا خلينا نقول في مراحل التجارب. صح. وليس التجارب نهائية، هاي بداية التجارب، أنت تخضع هذه التجارب لأمد طويل، ما يقارب من 18 شهر ندخل في تجربة على أساس أن نظهر قطار آمن للناس، نتأكد منه من جميع النواحي، وبعد ما يتأكد منه الريل ينتقل إلى وزارة المواصلات والاتصالات بصفة منظم لهذا التشريع، وهي تصدر الشهادة النهائية، فيخضع لاختبارات كبيرة جدا. وصلنا 16 قطار، 15 محطة وصلت لها الكهرباء، فهذا إنجاز بحد ذاته. المشروع يمشي على قدم وساق كما حددناه من البداية، لا يوجد تأخير في المشروع، وهذا هو الهدف الرئيسي. يمكن كان حتى مواضيع الحصار كان يمكن هدفهم إفشال بعض. صحيح. المشاريع لدولة شغالين على الموضوع عموما يوميا، لكن الحمد لله أن المشروع أبشرك أن حسب التواريخ المخططة له وأنجز، وإن شاء الله بننجزه بوتيرة أسرع بحيل الله ورعايته. هم ثلاث خطوط بسيف، هما ثلاث خطوط موجودة، وإن شاء الله ستفتتح كلها في نفس الوقت. أمس افتتحنا محطة واحدة من المحطات كنموذج رئيسي يمكن للجمهور الآن مشاهدته، بوجود قطارات طبيعية مترو الدوحة وترام لوسيل، ويمكن مشاهدتهم، وكذلك مركز تثقيفي. ليش مركز تثقيفي؟ لأن تعرف إحنا تعودنا على استعمال السيارات وكذا، والنقل العام الآن أأمن، أسرع، أرخص، صح، صديق للبيئة، ففي أشياء وايد، فإحنا نبي نربي الأجيال على يعني على حتى كرو نجحت نجاح بحري. نعم نعم طال عمرك، فإحنا نحاول نربي هذه الأجيال على الاستعمال. فالمركز التثقيفي ليس مختص بالريل، هو مختص بمنظومة النقل العام ككل، ومنها منظومة الاتصالات، فيعلمون الطلبة، يعلمون المدارس، توجيههم إلى النقل العام، لأن إن شاء الله في الافتتاح في 2020 نحتاج إلى جيل واعي يستخدم هذا المنظومة اللي إن شاء الله بشوفها من أحدث النظم العالمية، أحدث ما وصلت له التكنولوجيا في هذا المجال. طبعا مترو الدوحة هو مترو بدون سائق، فكله يتحكم تكنولوجيا فيه، وترام لوسيل هو بسائق، ففي عندنا نموذجين رئيسيين بالإضافة إلى الإضافة اللي بتكون في 2020 اللي هو النقل البحري ومنظومة النقل الباصات، راح يكون منظومة متكاملة. كيف بوصف النقل البحري؟ النقل البحري في مثل التاكسي البحري، يتنقل من اللؤلؤة إلى منطقة المتاحف إلى الشيراتون إلى المطار في المستقبل إلى جميع هذه الجهات، فإذا حبيت تنتقل بالباص أو تنتقل بالمترو أو بواسطة النقل العام، ففي حلول
متكاملة للنقل العام بحيث أن يتواكب مع رؤية قطر 2030 ورؤية الدولة الحديثة. أبو سيف، أيضا من البرامج الحقيقة المستقبلية للوزارة وخاصة في مجال الاتصالات، يعني مثل إطلاق سهيل 2، وين وصلت في هذا المشروع؟ أعتقد أن سهيل 2 والبريد أيضا. نعم، البريد شفته أنت في تحديث كامل لنسخته الجديدة، حتى شعاره أطلقناه بهوية جديدة. جميل. أي نعم، أطلقناه الله يسلمك بمنظومة جديدة وفكر جديد، لأن ما عاد الناس تبادل الرسائل العادية، الآن توصيل وتوصيل بضائع، فحاولنا أن نوصل بمفهوم جديد في نوعية التوصيل والطلبات. يمكن وقعنا اتفاقية قبل أسبوعين ويا تركيا، وإن شاء الله الافتتاح لها بداية الاتفاقية في 1 يناير 2018، راح يكون سوق متكامل للطلبات عن طريق البريد في دولة قطر، ما يقارب من 5 مليون سلعة موجودة، راح بكل تدشين رسمي، فتقدر تطلب أنت عن طريق الابليكيشن أو طريق التطبيق في التليفون وتوصلك السلعة لمنزلك. نحاول أن نختصر المسافات ويعتمد على الإرسال من دول الخارجية، لكن دولة قطر من تاريخ الوصول لها راح توصلك ما يقارب من 3 إلى 4 ساعات، فيعتمد على بس وصولها. فحاولنا إيجاد منظومة حديثة للبريد. الآن صندوق البريد يمكن لك أنك أنت ما تأخذ صندوق بريد وتسجله برقم، ممكن أن أنت تطلب البضائع وتقول أنا أبغي التسليم في فيلاجيو أو أبغي التسليم في منطقة الخدمات هذا. صحيح. فعندنا صناديق راح يوصلك الرقم السري على تليفونك، وتضرب الرقم السري وتخرج لك أغراضك اللي وصلته وتأخذها وتروح، أو تذكر عنوان بيتكم والآن بواسطة رقمي أو عنواني يوصلك إلى باب المنزل بتكلفة زهيدة جدا إضافة على السعر، وهي احنا شفناها يمكن ما تكلف 10 ريال. فأعتقد هذه من الخدمات اللي راح تطلبها. سؤالك عن سهيل اثنين إن شاء الله. سهيل اثنين بكمل وياك بس بسيف عن إذنك عقب الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونواصل حديثنا مع سعادة سيد جاسم بسيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات.